بكم في حلقه جديده من قناتكم شفه زهره. اليوم غادي نشوفوا ساندويتش بخبز بيغل اللي استقلينا وحضرناه، وكيف ما سبق لي وقلت في الحلقه اللي وجدنا فيها الخبز بلي كيجي بنين بزاف، وحتى في الشكل ديالو فكيجي عصري وجديد مختلف على الشكل النمطي اللي موالفين كنشوفوا في الخبز العادي. ندوزو دابا باش نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو باش نعملو خبز بيغل. وحيت كيتواتى البيغل مع سلمون فديما غادي نوجدوه بشرائح سلمون مدخن، وغادي نحتاجو معاه عصير الحامضة والفرماج او الجبن. انا اليوم اختاريت ندير الفرماج والخس. نبداو على بركة الله. غادي ناخد هاد عصير الحامضة وغادي نديرو في شرائح، غادي نقلب هاد الشرائح مزيان باش يشبعو في داك العصير الحامضة. وغادي ناخدو الخبز وغادي نديرو عليه الفرماج. غير بحال هكا مع الفرماج كيجي زوين بزاف. غادي ندير هنايا الخس. وغنديرو شرائح السلمون. كنكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم. كنتمنى ان ساندويتش ديال اليوم يكون راق الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم فما تنساوش ديروا جيم للفيديو. ولا كان عندكم شي تساؤل اولا شي وصفه ما تصدقش ليكم خليوها ليا لتحت في لي كومونتير. والاهم من هذا الشيء الا بغيتوا تتابعوا المزيد من الوصفات اللي كتقدم لكم القناه نتاعي شفه زهره، فما عليكم غير تضغطوا على زر الاشتراك. وشهيه طيبه.